موضوع مرتبط بالمايلو بروليفيريتيف ديس اوردرز، والموضوع الثاني هو المالتيبل مايلوما. بالنسبه للمايلو بروليفيريتيف ديس اوردر، انا ببدا بالسلايد الاولاني اللي هو قدام حضراتكم، اللي هو كلاسيفاينج الهيماتولوجيك مالجنسي، ويمكن اللي سبق ودرست لهم طول الوقت ببدا بالرسمه اللي بتبدا بالستيم سيل، ومن الستيم سيل بتتفرع other types of cells، وكل type of cell بيديني ايه، وكل cell انهي واحدة فيهم موجودة جوه البون مارو وان مش مسموح لها تبقى في البريفرال بلاد، وايه cells اللي موجودة في البريفرال بلاد. بشكل سريع، احنا عندنا الهيماتولوجيك malignancies في lymphoid disorders، ودي مش موضوعنا دلوقتي، اللي هي الأكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا والكرونيك لينفوسيتيك أند لينفوبليفراتيف ديس أوردرز. لكن إحنا الموضوع اللي نتناوله النهاردة مرتبط بالمايلويد ديس أوردرز، منهم الأكيوت مايلويد لوكيميا، برضو ده موضوع سبق شرحه under the topic of leukemia، والكرونيك مايلويد ديس أوردر. وأنا حطيتها المرة دي كرونيك مايلويد ديس أوردر علشان أنتوا هتلاحظوا إن الكرونيك مايلويد لوكيميا واحدة منهم. يعني الكرونيك مايلويد ديس أوردر ده ترم بيستوعب حاجات أخرى تحتي، منها الكرونيك مايلويد لوكيميا، الكرونيك مايلو بليفرتيف ديسيز، المايلو ديسبلاستيك سندروم، الأتيبيكال كرونيك مايلويد ديس أوردر. الكرونيك مايلويد لوكيميا سبق وشرحتها في اللوكيميا، وهعيد شرحها تاني دلوقتي الحاجات المرتبطة الهامة بيها. بالنسبة للمايلو بروليفيريتيف ديسيز، برضو أنا عايزكم تفتكروها بالخلايا الموجودة. لو قلنا إن في ريد سيل أو البروجينيتورز أوف ذا ريد سيل لما بتتكاثر وتزيد أتطلع لي البوليسايسيميا فيرا أو البوليسايسيميا روبرا فيرا، لما البليتليتس هتزيد هتطلع لنا what we call essential thrombocythemia أو thrombocytosis. لما الفايبرس تيشو اللي موجود في البون مارو يزيد ويزيد عن الحد، يعمل لي primary أو secondary myelofibrosis اللي احنا بنتكلم عنه في الMPN، بيبقى mainly primary myelofibrosis ثم المايلويد ميتابليزيا بأنواعها اللي منها الكرونيك مايلويد لوكيميا. السلايد اللي بعده، أنا قبل كده قلت لكم أنا مش هزعجكم خالص في الكلاسيفيكيشنز، لكن الـ WHO كلاسيفيكيشن في 2008 الجزء اللي أنا بس عايزكم تعرفوه هو الكلاسيك مايلو بروليفيريتيف نيوبلازم اللي فيها زي ما أنا سبق وقلت البوليسايسيميا فيرا، الكرونيك مايلوجينس لوكيميا، الاسينشال ثرومبوسايسيميا، برايمري مايلوفايبروزس. دول الأساسيين. في حاجات تانية أدفانسد ومش هزعجكم بيها وبرضو مش هتيجي سؤال في الامتحان، الكرونيك نيوتروفيليك لوكيميا، الكرونيك إيزينوفيليك لوكيميا، والماست سيل ديسيز. لكن سؤال الامتحان لما يجي هيستوعب الحاجات الكومن السهلة اللي هي البوليسايسيميا فيرا، السي ام ال، الاسينشال ثرومبوسايسيميا، والبرايمري مايلو فايبروس اللي بعده. فدول برضو اعادة اللي احنا قلناهم اللي هو الكلاسيكال مايلو بروليفيريتيف ديس اوردر، وده ممكن يكون سؤال في الامتحان. الحاجات المشتركة اللي احنا المفروض بنتكلم عليها ان في abnormal driver of cellular proliferation in the involved cell lines. يعني ايه يا شباب abnormal driver؟ يعني الخلية دي حصل لها هوس، في حاجة حصلت لخبطتها ولخبطت حالها. وانا شرحت قبل كده what we call الابوبتوسيس. الابوبتوزيس اللي هو النورمال ديس اوف ذا سيل، الخليه بتكبر وبتوصل لمرحله وتشيخ وتموت. لو حصل حاجه منعت الخليه ديت من النورمال ابوبتوزيس
والخلية دي تكمل تعيش، هتبقى في حالة غير طبيعية وتبدأ تنتج خلايا غير طبيعية، ينتج عنها كلون غير طبيعي، وده أساس الماليجنانسي أو أساس الأبنورمال بروليفريشن. يبقى أنا عندي في أبنورمال درايفر هقول لكم عليه حالا لما نتكلم على الجاك 2، عندي loss of apoptosis in these lines، عندي increased circulation of cells and cellular elements. الانكريس سيركيوليشن ده طبيعي، وانا قلت لكم عليه قبل كده ان البون مارو بيصنع الخلايا، هو المصنع، والمصنع لما يزيد المنتج بتاعه يرميه في السوق، السوق اللي هو الايه اللي هو البريفرال بلاد، وبالتالي بتحصل signs and symptoms related to these cells which are abnormal cells and abnormally increased في البريفرال بلاد. مشكلة الـ MPN أو الميلوبروليفيريتيف نيوبلازم إن في أي وقت تتحول لمالجنانت لوكيميا والأكيوت لوكيميا، علشان كده ده العيان ممكن يعيش بالعشرة والخمستاشر سنة بالبوليسايسيميا فيرا وبالكلام ده، لكن لما يبدأ يقلب إلى MPN بعلامات معينة ممكن خلال خمس سنين لو قلب لأكيوت لوكيميا يموت. الرسمة اللي عندكم دي سيبوكم منها خالص. الانهيرتنس اند كلوناليتي، انا عايز اقول لكم كلمتين. الكلمة الاولانية ان بالفعل في فاميليال كلاسترينج اوف بوليسايسيميا فيرا اسينشال ثرومبوسايسيميا برايمري مايلوفايبروزس اند ايفيدنس اوف فاميليال انفولفمنت، يعني احنا بنشوف اختين او اخ واخته او حد في العيلة يجيله مثلا بوليسايسيميا فيرا والتاني يجيله مايلوفايبروزيس والتالت يجيله سي ام ال. المونوكلوناليتي عادة كل التيومرز وكل الماليجنانسي بيبقى فيه مونوكلون، لكن في بعض الحالات مش دايما بتبقى قادر انك تثبت المونوكلوناليتي، بالذات ان مع البوليسايسيميا فيرا ممكن نلاقي فيه ثرومبوسيتوزيس وممكن ألاقي فيه لوكوسيتوزيس. طيب السيمتومز and signs هتلاحظوها حاجات فيج، السيمتومز فاتيج، ماليز، الايرلي ساتايتي والويت لوس، دول ناتجين عن السبلين الكبير، بيبقى عندهم very huge spleen. This huge spleen preventing the patient to eat his full meal، فبيشبع بسرعة، ولما يشبع بسرعة وما يأكلش يحصل weight loss، ونتيجة للكلام ده والسبلين الكبير قوي قوي اللي بيبقى نازل تحت لغاية الرايت إلياك فوسة، وفي صورة معروفة قوي كما لو كان سبلين وركبوا عليه بني آدم من الكاشيكسيا اللي بتحصل، فبيحصل له abdominal pain، يحصل له bony pain، يحصل pruritus. والبروريتس الحقيقة ساعات مزعجة جدا للمريض لدرجة ان ما تنيموش الليل. وبعدين هنلم بعض السيمتومز مع بعض اللي هي الفيفر والماليز والفاتيج والنايت سواتس والويت لوس، ودي لو تفتكروا اتكلمت عليها كلها as B symptoms في الليمفوما، سواء كانت الليمفوما هودجكن او نون هودجكن. الساينز اللي بلاقيها في الـ MPN أو الـ PMF السبلينوميجالي، لم الأبنورمال بلاد كاونس، أبنورمال بريفرال بلاد سمير، الهايبر يوليسيميا and secondary gout thrombosis and or bleeding. فدوت الحاجات السلايد اللي أنا عايزكم تبقوا عارفينه كويس قوي. هنبدأ بالبوليسايسيميا روبرافيرا وأقول لكم على حاجة الـ WHO classification، وده based على البوليسايسيميا فيرا ستادي جروب BFSG. سيبكم التعبيرات دي، اللي انا عايزكم تعرفوه اللي هو الميجور كرايتيريا تو دياجنوز البوليسايسيميا روبرا فيرا ان الهيموجلوبين يبقى اكتر من 18.5 ان مان واكتر من 16.5 ان وومن اور اذر ايفيدنس اوف انكريزد ريد سيل فوليوم. الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي هي بريزنس أو جاك 2 617V
or other functionally similar mutation such as JAK2 exon 12 mutation. أنا عايزك تعرف الجاك 2 وتعرف إنه هيجي لك سؤال في الامتحان. ليه؟ يا ترى إحنا مخلوقين بجاك 2 جين؟ أيوة. الجاك 2 ده موجود عندنا كلنا. أمال إيه اللي مش موجود عندنا كلنا؟ الميوتيشن أوف ذيس جين. طب إيه اللي بيعمل ميوتيشن في الجين؟ ساعات حاجات أكوايرد، موستلي أكوايرد. طيب هو الجاك 2 ده بيعمل إيه؟ الجاكتو دوت بيطلع لي بروتين. This protein controlling the function of the cell to إنها تتكاثر وإنها تكتر. واخدين بالكم إزاي؟ فالبروتين دوت هو المسيطر على عملية البروليفريشن والمالتيبليكيشن of cell. لما يحصل ميوتيشن في الجين ده فبيتلخبط، فبالتالي الخلية تبدأ تتكاثر بطريقة فيها هوس وفيها عدم سيطرة. طيب هل الجاك 2 ده وجوده ثابت في كل حالات الـ MBF الـ Primary Myelofibrosis اللي هو الـ PMF أو الـ MPN الـ Myeloproliferative Neoplasm؟ أنا بفضل الـ MPN، وفي حاجات هقول لكم عليها Primary Myelofibrosis. ثبت ان الجاك 2 ميوتيشن بنوعين، طبعا الاكسون 12 ده نوع حديث عن ال 617V، مش عايزك تعرف التفاصيل البيهايند ات، لكن عايزك تعرف ان في حاجه اسمه كالار وفي حاجه اسمها ام بي ال، مش ام بي ان بقى، ام بي ال. التو برودكتس دول او التو جينز دول او التو بروتينز دول بدانا نفكر فيهم ليه؟ لما لقينا الجاكتو مش موجود in 100% of cases، وفي نفس الوقت في abnormal behavior of cell، فبدأوا الكالار اللي هو الكال ريتيكولين والام بي ال ده another ام بي ال، كلهم بيشتغلوا على ال endoplasmic reticulum والبروتين synthesis. ليه أنا بتكلم في الكلام ده شوية تفصيل؟ عشان أوصل لحضراتكم الهوس اللي بيحصل والتكاثر غير المبرر والذي لا يستطيع أحد السيطرة عليه، وبالتالي يؤدي إلى الميلو بروليفرتيف نيوبلاز. فأنا عايزكم في الكلام ده كله تعرفوا الجاك 2 جاك 2 بوزيتيف. لما بعمل الكالار اللي هو الكال ريتيكولين او الام بي ال ممكن يكشف لي على وجود ميوتيشن وعلى وجود ابنورماليتيز في السيلز ادت الى هذا الفراغ والى هذا التكاثر الغير مسيطر عليه. فاول حاجه اتكلمنا عليها ان يبقى عندي هيموجلوبين فوق ال 18.5 في الرجال وفوق ال 16.5 في النساء والبنات، وعندي الجاك 2 ميوتيشن بغض النظر عن نوع. الماينور كرايتيريا لو عملنا بون مارو بايوبسي بيبقى فيها هايبر سيلولاريتي، البروميننت إريثرويد أو ميجا كاريوسيتيك بروليفريشن على حسب التايب اوف مايلوفايبروزيس، أو بلاقي الفايبرس تيشو هي اللي زايدة ودي بتبقى برايمري مايلوفايبروزيس وبأسبوغها بسبغة خاصة بها اسمها ريتيكيليني ستين اللي بتسبغ لنا الفايبرس تيشو. الدياجنوزيس اوف بوليسايسيميا فيرا يبقى اول حاجة قلنا الهيموجلوبين يبقى زايد، تاني حاجة الار بي سي ماس تبقى زايدة، يبقى عندنا بان مايلوز اوف ذا بون مارو. الاريثروبويتين فيري امبورتنت. ليه الاريثروبويتين مهم؟ لان انا عندي في بعض الناس اللي هم ساكنين في الهاي التيتيود زي اليمن زي جبال لبنان زي هنا في مصر في مناطق معينه، السكن العالي، الناس اللي بتدخن سجاير، الناس العرضه لكرونيك هايبوكسيميا، الجسم بيعوض الكلام ده يقوم يفرز اريثروبويتين.
الاريثروبويتين دوت يزود لي الهيموجلوبين ويزود لي الريد سيل ماس، لكن في الحاله دي بنسميه رياكتيف بوليسايسيميا او سكندري بوليسايسيميا. سكندري لان ليها اسباب. فانا لما اجي اعمل اريثروبويتين ليفل، لو لقيت الاريثروبويتين ليفل عالي هفكر في السكندري كوزس وهفكر في الرياكتيف بوليسايسيميا، لكن لو لقيته واطي مع الانكريزد ريد سيل ماس والانكريزد هيموجلوبين يبقى انا معايا حاله برايمري مايلو فايبروز. البوزيتيف جاك 2 ميوتيشن also have increased the platelets or granulocytes. دي انا قلتها في الاول، السلايد ده مهم وممكن يبقى سؤال في امتحان. العلاج اوف بوليسايسيميا فيرا، اسهل علاج اللي هو فصد الدم، فصد بالدال، ان انا ببعت العيان ده اقول لهم لو سمحتوا اعملوا extraction of blood for 300 mils، ده حل سريع. الانتيكواجوليشن اللي بستخدمه هو الاسبرين. الحاجه المهمه قوي ان انا اقول له اشرب ميه كتير. يبقى في ثلاث حاجات اساسيه في علاج البوليسايسيميا فيرا، ان هو plenty of fluids، والفلويد اهم فلويد هو اللي ربنا خلقه لنا الميه، لكن الاذر فلويدز بتتحسب لما اقول له اشرب 4 لتر ونص او تعدى 3 لتر. الانتيكواجوليشن احنا عندنا الانتي بليتليت المشهور اللي بنستخدمه هو الاسبرين مع الفليبوتومي. الكيموثيرابي الحقيقه احنا بنستخدم حاجه اسمها ايه، تيومر ماس ريدكشن ثيرابي، ودي انا حكيت عليها قبل كده لاولادنا في سنه رابعه. التيومر ماس ريدكشن ثيرابي هو عباره عن دواء ما يعتبرش من الكيموثيرابيتك ايجنتس قوي، زي الهيدروكسي يوريا وزي الثرومبونورم. دي ادويه بتقلل انتاج الخلايا، تقوم تقلل لي عددها. هتلاقوا في الريفرنسز مكتوب الفوسفورس 32، احنا ما عدناش بنستخدمه. والمهم قوي كمان الاي كي انهيبيتورز اللي هم الروكسلوتينيب، دواء اسمه جاكافي، جاكافي اعرفوه جاكافي. الكومبليكيشن اوف ديزيز الاريثروميلالجيا، الاريثروميلالجيا عكس البالمر اريثيما. البالمر اريثيما باحمرار في البالم، لا دول بيبقى عندهم البالم بيل والبريفري اوف ذا هاند بيبقى محمر. الثرومبوتيك ايفنتس بيبقى عندهم تندنسي للتجلط، وده يبقى اكتر في الحاله اللي انا هتكلم عليها في الاسينشال ثرومبوسايسيميا. الايرن ديفيشنسي طبعا الترانسفورميشن اللي قلت لكم عليه، انها في اي وقت تقلب للوكيميا. المايلوفايبروزس بمشاكله الكبيره بالهيوج سبينوميجالي، بالبون مارو سابريشن فيما بعد، بالسكندري اكستراميدالري هيماتوبويزيس والترانسفورميشن الى اكيوت لوكيميا. دي صوره الاريثروميلالجيا، ده كيرفس للثرومبوتيك تندنسي، دي للوكيميك ترانسفورميشن. فاحنا كده خلصنا البوليسايسيميا روبرا فيرا. هندخل في حاله سامبول. سامبول ده كان عيان عنده 35 سنه، واز هيلثي كومبليتلي هيلثي، في اخر 9 شهور بدا يبقى تاكيكارديك وديسنيك اون اكزيرشن. دي بتدي انديكيشن انه جاله انيميا. وبعدين في ديسمبر 2011 ديسنيا بيكمز مور سيفير، يبقى حصل مشاكل. الديسنيا السيفير ديت قد تكون مرتبطة بكمبليكيشنز، لإما بلود لوس لإما لاك اوف برودكشن زي ايه المايلوفايبروزس. ومرة واحدة العيان دخل هوسبيتال في ميامي عشان found to have evidence of acute and chronic pulmonary embolism، يبقى العيان بدأ يجيله جلطات. انا شارح ليكم في سنة رابعة الأمراض اللي هي تعمل هيمورج وتعمل ثرومبوزس. هنا دي مرض بادئ بأنيميا وبادئ بمانيفستيشن بريفرال مانيفستيشن، وبعدين بدأ العيان يجلط. دليل التجلط والسيفيريتي بتاعته إن يحصل بالمونري هايبرتنشن ويحصل رايت فنتريكولار سترين. السي بي سي اللي موجودة الحقيقة عايزة متخصص أكتر منكم شوية. أنا لما بجيب الحالة زي دي لو هجيب الهيموجلوبين هجيبه لكم 19 مش 16،
ولما هتكلم على البليتلت هجيبها لكم فوق المليون، فوق المليون. فالاسينشال ثرومبوسايسيميا بشكل عام هو بليتلت كاونت اكتر من 600,000، وعلى يعني من 600,000 لغايه مليون. في لو خدت بون مارو بايوبسي بيبقى ميجا كاليوسيتك هايبر بليزيا. اهم حاجه في الكلام ده ان انا اي نيد تو رول اوت كرونيك مايلويد لوكيميا، فلازم اعمل الفيلادلفيا كروموزوم اللي هحكي لكم عليه حالا ويطلع نيجاتيف وغير موجود، والابسنس اوف انفكشن اند انفلاميشن اللي هي اسباب تؤدي اسباب ثانويه لزياده الصفائح. فالانفكشن يعمل لي ثرومبوسايتوزس، الانفلاميشن يعمل ثرومبوسايتوزس، في حاجات تانية تعمل الثرومبوسايتوزس، يعني حتى الكوفيد 19 والكلام الانفكشن والفيرال ممكن الاقي معاها ثروم، البلاد لوس نفسه يعمل ثرومبوسايتوزس لو العيان بينزف تلاقوا الصفائح زي بريزنس اوف ستينابل ايرون اون بون مارو اسبيريشن، دي ما تدوهاش اهتمام كبير. بيشنت وير اولسو اكسكلودد if there was collagen fibrosis involving more than one third of cross sectional area of the bone marrow biopsy، اللي هو الفايبروزس اللي موجود وده انا بفحصه بالريتيكولين ستين. يبقى انت يبقى عندك ان ال first large scale attempt to diagnose essential thrombocythemia in prospective manner was taken by polycythemia vera group study group، وقلنا ان 600,000 للمليون. وانا لما هجيب لك سؤال هجيب لك حاجه واضحه يعني المليون مثلا. الصوره ديت لو حضراتكم بصيتوا فيها البنفسجي الغامق ده كله عباره عن بليتلتس كلامبس اوف بليتلتس متجمعه عامله كتل من الصفائح الدمويه. في خليه تحت على اليمين ديت دي طبعا زي ما انتم شايفينها باي لوبت وايت سيلز نيوتروفيل. البون مارو لو بصيتوا البون مارو اللي تحت في حاجه بامبي وهيموجينوس مخليه كله هيموجينوس، لكن لو بصيتوا على النص اللي فوق هتلاقوا فيه سيلز. اللي تحت ده لان الخلايا دي تحل محلها فايبروزس، والفايبروزس هو اللي مسبوغ بامبي زي ما انتم شايفينه. الديموغرافيكس اوف اسينشال ثرومبوسايسيميا، احنا عندنا الديموغرافيكس اللي بنستخدمها كلها جايه لنا من نورث امريكا واوروبا، لكن اللي انا عايزكم تعرفوه ان اليونايتد ستيتس في ابروكسيمتلي 6000 حاله بير يير. يا ترى دول حالات 6000 دول كتيره؟ انا اتكلمت قبل كده وقلت لكم الحاله الواحده طالما بيشنت وبني ادم ومحتاج علاج بتبقى حاله مهمه. الميديان ايج ات اونست 60 سنه، لكن بنشوف اقل من كده في العمر حقيقي. الجاك 2 ميوتيشن هو المهم، الاذر ريبورتد ميوتيشن الكالار والام بي ال، كالار اللي انا لسه شارحه والام بي ال. الرياكتيف ثرومبوسايتوزس ميجر كوز اوف رياكتيف ثرومبوسايتوزس في نون مالجننت هيماتولوجيك كونديشنز، الاكيوت بلاد لوس، الأكيوت هيموليتيك أنيميا، الأيرون ديفيشنسي أنيميا، تريتمنت باي بي 12، الأي تي بي ريباوند إفكت أفتر إيثانول إنديوسد ثرومبوسيتوبينيا. في المالجنانت كونديشنز الميتاستاتيك كانسر زي البريست كانسر، الليمفوما ريباوند إفكت فولوينج يوز أوف مايلو سابريسيف إيجنت، أكيوت أند كرونيك إنفلاماتوري كونديشن، الريماتولوجيك ديس أوردرز، الفاسكيولايتس، إنفلاماتوري باول ديسيز، سيلياك ديسيز function surgical and osteosclerotic myeloma. السلايد ده ممكن يجي في سؤال هو و reactive polycythemia، reactive polycythemia والreactive thrombocytosis. هو الغرض منه ايه يا شباب؟ انك انت تبقى عارف ان ليس كل thrombocytosis هيبقى primary erythrocytosis. دي الفكرة اللي أنا عايزك تبقى عارفها، إن ليس كل الهيموجلوبين الزايد بوليسايسيميا روبرا فيرا. أنا ممكن يجي لي واحد وأشوفهم قوي من أهلنا في اليمن اللي ساكنين فوق الجبال تلاقيه جاي لي ب 18 عادي خالص الهيموجلوبين بتاعه،
وفي مصر حاليا وفي حتت معروف. فانا بسأل العيان ساكن فين وطبيعة سكنه فين عشان هذا السبب. الاسينشال ثرومبوسايسيميا سيمتومز اند كومبليكيشن، الفازوموتور سيمتومز، يجي العيانين بهيدك ولايت هيدنس وسينكوبي واتيبيكال شيست بين وليفيدو ريتيكولاريس. هما الفكره ايه؟ سواء دول او التانيين في البوليسايسيميا، العيان بيجي يقول لك انه ليزي وحاسس ان دماغه تقيله وحاسس انه بيجي له وجع في دماغه في حتت مختلفه، وبرده بيجي له في الاوكسيبيتال اكتر والنك اكتر زي عيين الهايبرتنشن. بيحصل لهم ترانزينت فيجوال ديستربنس، بيحصل لهم هيموريدج اند ثرومبوزس. هتقول لي بيحصل له هيموريدج ازاي وهو عنده الصفائح مليون؟ انا قلت لكم كغثاء السيل، غثاء السيل. باي ذا واي في 60 واحد بس هم اللي دخلوا، طب ما احنا كنا سجلناه او كنت رجعته للتسجيل السابق. anyway ده برضو يبين الكيرلس بيهيفير اللي عندكم واللي مستمر، واللي انا اتمنى ان انتم تتخلصوا منه، مش علشان امتحانات ولا عشان دراسه ولا علشان محاضره، علشان ده البيهيفير اللي هيجيبكوا ورا واللي جايبنا ورا كلنا كبلد. يعني ان انت تبقى كيرلسنس، الكيرلسنس هو العدو الاول للحياه. الجاهل بيتعلم، الكيرلس ما بينفعش يتعلمه، ما بينفعش، لانه مش عايز اساسا يدي الافورت انه يتعلم. بدي الانتي بليتلت كتريتمنت، الاناجرايد الهيدروكسيوريا اللي هو مهم قوي، الهيدروكسيوريا اللي هو موجود في السوق باسم هيدريا، وده بيعمل ماس ريدكشن، بليتلت ماس ريدكشن، ريد سيل ماس ريدكشن. الاناجرايد ده دواء طالع لما العيان ما بيستجبش للهيدروكسيوريا انا بستخدمه. الريديو اكتف فوسفورس وقلت لكم ما بنستخدموش تاني، انا كاتبه فقط في حاله لو حد فيكم لقاه مكتوب في كتاب بيقراه، ده لو قريته يعني. الكوزس اوف بون مارو فايبروزس برضو ده سلايد مهم، الغرض منه ان مش كل بون مارو فايبروزس هيبقى سببه برايمري، في سكندري وفي حاجات نوت ريليتد خالص. يعني لما اقول لك ان الميتاستاتيك كانسر، الكرونيك جرانيلوميتس ديزيز زي التيوبركلوزس، السيستميك لوبس اريسيماتوزس، الفيتامين دي، الرينال اوستيوديستروفي، دي كلها نون هيماتولوجيك كونديشن ممكن دي يبقى مصاحب ليها بون مارو فايبروزس. نيجي للبرايمري مايلو فايبروزس، البرايمري مايلو فايبروزس ذا بريزنس اوف ميجا كاريوسايت بروليفريشن اند اتيبيا usually accompanied either by reticulin fibrosis or collagen fibrosis. يبقى احنا خلصنا من الخط بتاع خلايا الدم الحمراء هيزيد هيعمل لي بوليسايسيميا روبرافيرا، الخط بتاع الصفائح هيزيد هيعمل لي برايمري اريثروسايتوزس او برايمري ثرومبوسايتوزس. وبعدين دلوقتي احنا بنتكلم على كاتيجوري هيستولوجيكالي اند اناتوميكالي موجوده في البون مارو اللي هي الفايبرس تيشو. الريتيكولين ده بروتين بشوفه بريتيكولين ستين والكولاجين، الاقي فيه تليف حاصل في البون مارو انيشيالي. احيانا زي ما قلت لكم المونوكلوناليتي ما بتبقاش موجوده، يعني الاقي كل الكلونز اكتف، لكن قدام الحاله بتثبت نفسها الاقي الريد سيلز زادت فاصبحت حاله مونوكلون بوليسايسيميا او حاله مونوكلون بليتلتس او حاله مونوكلون فايبرس تيشو. فده الموضوع. الادمنستريشن اوف جاك 2 او الام بي ال ان ذا ابسنس اوف كلونال ماركر نو ايفيدنس اوف بون مارو فايبروزيس يو اندرلاينج انفلاماتوري اور نيوبلاستيك ديزيز، يعني الاقي الجاك 2 بوزيتيف، ولو ما لقيتش الجاك 2 في المعظم بيبقى طالع بوزيتيف. لو انت كلينيكالي شايف قوي ان الحاله طالعه برايمري مايلو فايبروز والجاك 2 نيجاتيف، اروح اعمل الكالار واعمل ام بي ال 515. البرايمري مايلو فايبروز الكرايتيريا بتاعته في الليوكو اريثروبلاستوزيس، في انكريز سيرام لاكتيك دي هيدروجينيز، الانيميا
والسبلينو ميجالي. السبلينو ميجالي بقى هيوج سبلينو ميجالي، اهم ما يميز البرايمري مايلو فايبروزس بيبقى هيوج سبلينو ميجالي، ويروح لبعض الجراحين ويروحوا عاملين له سبلينكتومي. احنا ما بنحبش خالص نعمل سبلينكتومي، لان التليف اللي حاصل في المخ في السبلين يعتبر احد المخازن الهامه. بعد كده التليف بيروح للكبد وبيروح للفايتال اورجانز اللي موجوده في الاماكن الاخرى، فالضرر بيبقى اكتر. حاليا الادويه الجاكافي اللي انا بشتغل عليه، روكسلوتونيب اللي انا حكيته لكم وعايزكم تحفظوه، اسمه جاكافي واسمه حلو، ها جاكافي دوت، بيشتغل على الموضوع ده انه يعمل ريفرسال، مش ريفرسال بالمعنى، هو بيقلل حجم السبلين وبيحسن الباثولوجي، يعني هو تارجتنج الباثولوجي، بيشتغل ضد الجاكتو ميوتيشن. انتوا فاكرين المونوكلون الانتي بودي وفاكرين التارجت ثيرابي اللي انا هجيبها سؤال في الامتحان، ده بيشتغل على كده، على المونوكلونال انتي بودي. انت بتعمل الروكسلوتونيب او الجاكافي دوت، يروح ماسك في مكان الميوتيشن وينهبت الميوتيشن، تقوم تبدا الخليه تبقى تحت السيطره كمحاوله لاستعاده النشاط الطبيعي للخليه. في حاجه اسمها تير دروب سيل، هتشوفوها ويمكن الدكتور احمد الطويل يقول لكم عليها، هي موجودة زي دمعة العين، يعني انت لو بصيت في البلاد فيلم اللي موجود ده، موجودة زي دمعة العين. البون مارو فايبروزس، كل الحتة البرتقالي دي، التيكيرين ستين والزرقة دي، كلها حاجات متليفة. يبقى البرايمري مايلو فايبروزس تريتمنت سيمتوماتيك، يعني دايما العيان بيجي له انيميا، الانيميا بعالجها بايه؟ بعالجها ان انا انقله دم، ازود البرودكشن، ادي له اريثروبويتين في مرحله من المراحل، او ادي الارانيسب، ادي الكورتيزون او الاندروجين في مرحله بدري، لكن في الاخر لما الفايبروزس بيبقى شديد الحاجات ديت ما بتبقاش فعاله، ويبقى الترانسفيوجن هو الحل الوحيد، او سبيسيفيك تريتمنت باي مونوكلونال روكسلوتينيب اللي هو الجاكافي كان هيلب، ممكن يقلل نوبات او احتياج لنقل الدم، ممكن يحسن الانيميا، وممكن يقلل الهرش لو العيان بيهرش. الراديشن بيبقى مور افكتيف اون اكسترا ميدالري هيماتوبويزس. لو انا بيجي يا شباب ساعات، بس ده معلش في حاجه ادفانسد، بس انا عايزكم تعرفوها ليكوا انتوا، مش مكان امتحان. لما البون مارو يتليف، ربنا سبحانه وتعالى خالق البني آدم يتكيف يحل مشكلته، فيبدأ يصنع دم بره البول مارو، بره البول مارو، ده اللي بنسميه اكسترا ميدالري هيماتوبويزس. والخلايا دي بتعمل لايك تيومرس ماسس، تيومرس ماسس ديت لو جت اتكونت عند السباين تعمل ضغط على السباين. حلها ان احنا في الحالات دي، في بعض الحالات، ودي نادره الحقيقه بس بنشوفها في الهيماتولوجي، بنضطر نعالجها بالراديو ثيرابي بالراديشن. الجاك 2 انهيبيشن الروكسلوتونيب، هو جاك 2 ميوتيشن انهيبيشن المفروض، لكن هو في الكتب مكتوب جاك 2 انهيبيشن. الروكسلوتونيب اللي هو جاكافي سبيسيفيك، ان هو جاك ستات باث واي انهيبيتور. ممكن الجاك 2 ده يجي سؤال في امتحان. الكرونيك مايلوجينس لوكيميا انا شرحتها قبل كده، وانتوا خدتوها قبل كده ولادي في 502، بس يمكن خدوها وامتحنوا فيها في الترم الاولاني. انا بفكركم بيها ان هي the most common myeloproliferative disease، انها secondary most common leukemia in adults، ده الكلام ده انتوا عارفينه، و 15-20% من الحالات بتبقى الانسيدنس بتاعتها من 1-2 كيسز في 100,000، دي تعتبر مش قليلة، يعني كل 100,000 بتلاقي حالتين. الميديان ايج 50-60، لكن احنا بنشوفهم دلوقتي اقل واكبر من كده. في 3 distinct phases اللي انا شرحتهم، اللي هو الكرونيك ستيبل فيز، والكرونيك ستيبل فيز ده بيبقى very stable، البروجنوزس بتاعه البروجرس very quiet، اكتر من كده العيان تقريبا بيخف في الكرونيك فيز، لكن
لغاية ما يخف العيان بيحصل لي حاجات مفاجآت غير سارة، منها إن يحصل أكسلريتد فيز اللي هو بداية ظهور البلاست سيلز إن برسنتج 10%، أقل من 10 وفي ناس بيقولوا أقل من 15 في البريفرال بلاد، لكن لو زادت عن 10 أو زادت عن 15 في البريفرال بلاد يبقى أنت بتتكلم على بلاستيك كرايسيس، وإن الحالة بتاعتي اتحولت من الكرونيك مايلويد إلى أكيوت مايلوبلاستيك، والعيان بقى وضعه حرج وحش. نيجي للفلاديلفيا كروموزوم. الفلاديلفيا كروموزوم ده أنا شارحه السنة رابعة قبل كده وشارحه السنة خامسة قبل كده، بس الرسمة دي لطيفة قوي يا شباب. هو عبارة عن إيه الفلاديلفيا كروموزوم؟ الفلاديلفيا كروموزوم عبارة عن ترانسلوكيشن، يعني ما هوش ديليشن. أنا باخد حتة من كروموزوم 9 وبنقلها على كروموزوم 22. أنا عندي الجزء التحتاني خالص اللي هو الـ ABL، باخده من الكروموزوم 9 وجنبيه الـ BCR في كروموزوم 12، واروح ناقلهم ماسكين في بعض يطلعوا لك الكروموزوم الفيلادلفيا اللي هو الكبير اللي في الآخر ده، اللي هو فيه إيه؟ كروموزوم 22 فيلادلفيا كروموزوم اللي هو الفيل بي سي آر إيبل. يبقى هو خد الإيبل من 9 وخد البي سي آر من 22 وعمل لي كروموزوم جديد. وجود الكروموزوم دوت في السي ام ال از دايجنوستيك، وجود الكروموزوم دوت في المايلو بروليفيريتيف ما يخلينيش ابقى مرتاح للدايجنوست ولا شخص واروح اعالج كرونيك مايلويد لوكيميا. الرسمه دي لطيفه وواضحه، تمام ولا ليكوا اي سؤال عليها؟ دكتور احنا بس الباوربوينت مش ظاهر عندي، الصفحات الجديده اللي حضرتك بتتكلم فيها. طيب والله انا باين، حتى الاسمه باينه عندي على الباوربوينت يا اخي. ف ظاهر يا باينة. دكتور ظاهر. مش مشكله عندك انت بس يا علي، ظاهر عندنا كلنا. ظاهر يا شباب بقى. ايه الطريقه اللي انا بعمل بيها اشوف بيها الفيلادلفيا كروموزوم؟ في الفيش تكنيك، الفيش بروبينج. الفيش دوت اختصار فلوريسنس انسايتو هايبريدايزيشن، فلوريسنس انسايتو هايبريدايزيشن. وانا ليه بقوله وبتك عليه؟ لان احنا بنستخدمه في الدايجنوس لحاجات تانية، للفانجل انفكشن وحاجات تانية، وبستخدمه في البريفر بلاد عشان اعمل فولو اب للسي ام ال، وبستخدمه في البون مارو. احنا عندنا كرونيك ستيبل فيز اوف سي ام ال بيبقى اليفيتد جرانوسايت كاونت، موستلي ماتيور سيل، انكريزد بيزوفيلز، سبلينوميجالي. طبعا من الحاجات الكبيره واللي انت هتتسال فيها امتحان الكلينيكال، ممكن لو سبلين كبير ايه اللي بيكبره؟ انكريزد بليتلتس وسنجل جينيتك تشينج اللي هي اجاكتو ميوتيشن. السي ام ال بون مارو بنعمله برضو، في ناس يقول لك ما تعملوش لكن احنا بنعمله. الاكسلريتد فيس كرايتيريا من ام دي اندرسون ان البريفرال بلاد بلاست تعدي ال 15، البريفرال بلاد بيزوفيلز 20، البليتلس تبقى اقل من 100,000. هي البليتلس بتقل ليه يا شباب؟ هتبقوا عارفين لو فكرتكم ان الخلايا المريضه بتتعدى وتحطم الخلايا واماكن تطنيع الخلايا الجيده، فلما يبقى عندي خليه عماله تتكسر بشكل جنوني هتيجي والانكروتش على الميجا كاريوسايتس ويبقى في ثرومبوسايتوبينيا. فديت الكرايتيريا بتاعت انا عايزك تبقى عارف البلاستيك كرايسيس، لان البلاستيك كرايسيس ده معناه العيان بتاعك ديتيريوريتنج اند ذا بيشنت ستارت تو بي كريتيكالي ايل. العيان اللي انا كنت فرحان بيه وبقول ده بيخف الاقيه في يوم وليله داخل في بلاستيك كرايسيس والدنيا اتلخبطت. التريتمنت طبعا قلنا التيومر ماس ريدكشن، عندي الهيدروكسيوريا، الهيدروكسيوريا وعندي التيروزين كاينيز انهيبيتورز، وقلت لكم احفظوا واحد بس اللي هو الايماتينيب. لو انا سالتك هقول لك على الايماتينيب، الداساتينيب، النيلوتينيب، الكلام ده انا مش عايزك تعرفه.
الانترفيرون رجعوا يستخدموه تاني بس في حاجات معينه، لكن انا عايزك تبقى ما اقول لك تايروزين كاينيز انهيبيتورز تبقى عارف الايماتينيب برضو في السؤال بتاع التارجت ثيرابي اللي هيجي في الامتحان. الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانت الراديشن السبلينكتومي الحقيقه ما بنعملهوش غير نادرا لما يبقى عامل بريشر مانيفيستيشن شديده والعلاج مش جايب نتيجه ويبقى فيه ايفيدنت هايبر سبلينيزم والحقيقه بيبقى فيه مشاكل كبيره فيه، لكن السبلينكتومي از نوت ستاندرد لاين اوف تريتمنت، واحنا بتوع الدم بنحاول ناخر قرار السبلينكتومي على قد ما نقدر، ولو ان حبايبنا وزمايلنا في الجراحه بعضهم وليس كلهم ايديه طويله انه يعمل سبلينكتومي. وثانك يو، وهبدا المحاضره الثانيه. معايا هندخل يا سندس المالتيبل مايلوما، انا جاهز. تمام طيب. فتحتها يا دكتور، تشكري باينة عندي كويسة، تسلم ايديك. المالتيبل مايلوما مهم قوي يا ولاد، وبرضو انا ايه همشي بسرعة مش هقول كل حاجة فيها. المالتيبل مايلوما هو كانسر، كانسر اوف ايه؟ اوف بلازما سيل، مالجننت بي سيل لينفوبروليفراتيف ديس اوردر اوف ذا مارو ويز بلازما سيل بريدومينيتنج. هو الحقيقة كله بلازما سيل. لو تذكروا يا شباب شباب سنة رابعة بالذات، ويمكن شباب سنة خامسة لما شرحت اللوكيميا والليمفوما، قلت ان البلازما سيل دي مكانها الطبيعي فين؟ مكانها الطبيعي في البون مارو، وبالتالي تكاثرها وسلوكها الهوسي الجنوني في البون مارو، لكن بتبعت لي بقى في البريفرال بلاد خيراتها وتبعت لي شرورها منتجها. ليه بقى؟ لان انت عندك البلازما سيلز كام فروم بي لينفوسايتس اند برودوس انتي بوديز اللي هم مين؟ الاميونوجلوبولينز. المايلوما سيلز برودوس ابنورمال اميونوجلوبولين. تقول لي طب ما يا اخي لما بتطلع اميونوجلوبولين دي اجسام مضاده ودي كويسه المناعه ودي الهيمورال اميونيتي اللي انت بتكلمنا عليها النهار. قلت لكم بغثاء السيل مشاكل الاورام، ان التكاثر الورمي للخلايا بيخلي الخلايا غير منتجه وخلايا لا تحمل الصفه الطبيعيه للخليه المنتجه، وبالتالي هي جيش وكثره كغثاء السيل. الاوفر برودوس مونوكلونال بروتين اند بارا بروتين دي مهمه قوي، لان هي بتنتج بروتينات. حالا هقول لكم على الام بروتين والام باند. فالبروتين اللي بتنتجه ده ابنورمال وبيطلع بقى على حساب الكويس، السيء بيطلع على حساب الكويس. ineffective immunoglobulins leads to decreased bone marrow function لانها invading البون مارو. البون مارو بناخد العينه منه نلاقي 60 واكتر من 60% بلازما سيل، والغاز بياخد مكان الثمين. leads to decreased bone function distribution. البلازما سيل موجوده في البون وبتعتبر حتى من البون تيومرز، فبتيجي على وتدخل في الديفرنشال دايجنوست بتاع البون تيومرز، ف اللي بتعمل ديستراكشن للبون تيشو. الانسيدنس برضو هي تيجي للميلز اكتر من الفيميلز، وتيجي فوق ال 50 لل 70 سنه، لكن الحقيقه بنشوف عند 40 سنه. البون تيومر should include differential diagnosis multiple myeloma and metastatic carcinoma. يعني لو breast cancer وبعت metastasis للبون مارو بيتلخبط الشكل، ولازم you need to differentiate between malignancies between metastatic deposits of primary malignancy in the bone marrow. You need to differentiate من multiple myeloma. الريسك فاكتورز يعني ايه اللي بيجيبها؟ يعني ما سيبوكوا منه. المالتيبل مايلوما الباثوفيسيولوجي، الباثوفيسيولوجي the pathological and clinical feature of myeloma are due to. اول حاجه التيشو انفلتريشن، البلازما سيل اللي موجوده في البون مارو
بتتكاثر تكاثر جنوني، عندي خلية احتلت البون مارو تقوم تيجي على الريد سيل لاين تعمل لي أنيميا، وتيجي على الميجاكاريوسايتس تعمل لي ثرومبوسيتوبينيا، وتيجي على الوايت سيلز تعمل لي ليكوبينيا. الأنيميا أنتوا عارفين أعراضها، الثرومبوسيتوبينيا تعمل بليدنج، الليوكوبينيا مع الاميونيتي الديستوربد دي تعمل خلي العيان مور برون فور انفكشن. ده التيشو انفلتريشن. تاني حاجه برودكشن اوف لارج اماونت اوف بارابروتين. انا عندي البروتينز الطبيعيه حالا هتعرفوها، لا ده لا ده ده بروتين غير طبيعي وطالع وواخد في سكته شطح طول طول كوي وانهبت اللي حواليه برضو ده وحش وطالع طويل كده هوريكم صورته حالا. وبعدين impairment of immunity لأنه غثاء السيل. احنا نطينا اللي حصل يا ايوه انا برجع اهو ايوه انا برجع لان انا عندي ال presentation بشوفها على الرسمة دي مهمة قوي يا اولاد اللي هو a common sites of bone involvement. السكال بلاقي حتى فيها defects. السباين ولما بتكلم على السباين بتكلم على الثراسيك سباين وعلى اللامبر سباين. والثراكو لامبر مشكلته ايه يا شباب؟ ان لو في ميتاستاسيس فيه بيحصل vertebral fracture والvertebrae تعمل compression على السباينال كورد، فممكن العيان يجي بارابليجيك، يجي بنيورولوجيكال مانيفستيشن. البلفيس تعمل بلفيك بينز. اللونج بونز الاقي باثولوجيكال فراكشرز، تلاقي ست كبيره و70 سنه ويقول لك ده ما اتخبطتش يا دكتور، ده ما وقعتش، وتبص تلاقي عندها باثولوجيكال فراكشر. السباينال كورد طبعا اهم حاجه ان الكومبريشن كان اوكير. نيجي كلينيكال مانيفستيشن اوف مايلوما، في البوني بينز، في الحاجات النون سبيسيفيك اللي هي الماليز والويت لوس والفيفر، في المانيفيستيشن اوف انيميا، في رينال فيلير. رينال فيلير بيحصل لان في لايت تشينز اند امايلويد ديبوزيشن اوف ذا كيدني. في سيمتومز اوف هايبر كالسيميا اللي هي نوزيا وفاتيج وثيرست. سيمتومز اوف هايبر فيسكوسيتي بسبب البارابروتين. في الهايبر يوريسيميا الانفكشن الاذر نيورولوجيك سيمتومز. دي تقدروا تحفظوها بسهوله، يعني مرض بيضعف البون ويعمل متاسس فيه يعمل بوني بينز، سرطان يعمل سيمتومز عاديه يعمل الماليز والنوزيا والفوميتنج والانوريكسا والنايتس ويلس والفيفر اللي احنا بنسميها بي سيمتومز، يعمل طغى على الريتسل يعمل انيميا، طغى يعمل ثرومبوسيتوبينيا على الميجاكاريوسايتس. عمليه نشطه جدا من تكسير خلايا الاوت كام بتاعها اليوريك اسيد فيحصل هايبر يوريسيميا. والانفكشنز طبعا عشان الابنورمال اميونوجلوبولينز المنتجه، وزي ما قلت لكم ان يحصل فراكشرز فتعمل نيورولوجيك سيمبتومز. الميكانيزم اوف ذا ديزيز، في البلازما سيل بروليفريشن، في البارا بروتينز والهايبر كالسيميا. ممكن تبقى سيمبتوماتيك او اسيمبتوماتيك، طبعا هقول لكم حالا الموضوع الاسيمبتوماتيك ده له حاجة، لكن احنا السيمتوماتيك مايلوما كاركترايزد باي ذا بريزنس اوف روتي اند كراب. الكراب معروفة اكتر، والكراب بتيجي سؤال في الامتحان. الكراب اللي هو هايبر كالسيميا، كالسيوم ليفل انكريزد، رينال فيلير، انيميا اند بون ليجن. الكراب ها الروتي اللي هو ريليتد اورجان اند تيشو امبيرمنت، يعني الترم ده مش بنستخدمه كتير، لكن الكراب ده سؤال امتحان. الاي اس ار والسي ار بي في البريفرال بلاد يبقى رولو فورميشن. البيتا 2 مايكروجلوبولين بتعلى، انا عايز اوصل معاك واليوريك بيعلى. سيرم بروتين الكتروفوريسز، الاقي المونوكلونال باند. البون مارو اسبيريشن اورتريفاي، اعمل بايوبسي لازم يا اولاد، احنا في الهيماتولوجي نعمل بايوبسي، لازم تقول لي بون مارو اسبريت اند بايوبسي، علشان البايوبسي هي اللي بيها بتقدر تفحص كل الكومبوننت بتاعت البون مارو.
لكن لما باخد اسبريت بيطلع لي سائل. فالإيباريوري بقى الانفلتريشن باي بلازما سيلز والبرسنتج بتاعته. عندي الاكس راي العادية توريني بانشد اوت شاربلي ديماركيتد ليتك ليجنز في البونز في السكال ممكن او في اللونج بونز او في السباين. ساعات بعمل سي تي سيرفي الاميونو هيستو كيمستري سي دي 56 مش عايزك تعرفه. نيجي للمونوكلونال جاموباثي. ايه حكاية المونوكلونال جاموباثي؟ المونوكلونال جاموباثي عند مايلوما is a single colon of plasma cell produce a homogeneous monoclonal immunoglobulin اللي هو الام بروتين او بنسميه الام باند. احفظوا يعني ايه هو الام بروتين. الام بروتين ده مونوكلونال immunoglobulin. وام باند موجودة فين؟ موجودة في الام ام في المالتيبل مايلوما. يبقى كام قلنا كام ام؟ الام ام مالتيبل مايلوما. والام باند هو الام بروتين اللي هو مونوكلونال اميونوجلوبولين اللي هو بيجي زي سبايك. The M protein is identified as immunopeak or spike. تيجي في الـ في الـ في الاي جي جي، تيجي في البيتا، تيجي في الالفا 1 او الالفا 2. المفاجاه بقى هي الرسمه دي، والرسمه ديت ممكن تيجي برضو في امتحان. النورمال شايفين الاخضر ده، ده النورمال. النورمال بروتين الكتروفوريس. يبقى بلازما بروتين الكتروفوريسيس بالنورمال بتاعه الاخضر. شايفين المايلوما بقى ايه؟ في الايه الخازوق اللي طالع ده هو دوت المونوكلونال انتي بودي، وهو دوت الام باند، وهو دوت البارابروتين، وهو دوت الابنورمال بروتين، وهو دوت اللي بيعدي في الكلى يبوظها، وهو دوت اللي بيطلع في البريفرال بلاد ويزود الفيسكوسيتي ويقفل الفيسلز، وهو دوت اللي بيعمل عمايله بيعمل بريفرال نيورايتس وبريفرال نيوروباثي ويبوظ كل حاجه. يبقى المونوكلونال ده الرسمه دي مهمه قوي. هيستولوجي بقى، كل الخلايا الزرقاء ديت سمول راوند بلو سيلز ويز كلوك فيس نيوكلياي اند اباندنت سيتوبلازم ويز بيري نيوكليير كليرنج هالوس. انا مش عايزكم تعرفوا الديتيلز بتاعتها، بس انا بفكركم بالسنه الرابعه بالريد ستيرنبرج سيل، اللي هي الاول شيب اللي هي ميرور ايمج نيوكليلاي، لانها تيجي في الامتحان. السيتوجينيتك مش عايزكم تبقوا يعني مدهوشين بيها ولا الفيش في الحالات دي. البيت سي تي يا شباب مهم قوي. البيت سي تي انا شرحته لكم قبل كده في الليمفومرز. البيت سي تي مستو انه مش بس اناتوميكال ويبين لي الاكتيف فين، في ايه الليمف نودز، فين تيومر، فين، لا ده بيبين لي هاو اكتيف. فلما الاقي الاكتيفيتي بالشكل ده دي ابنورمال. وقلنا الاكتيفيتي بنقيسها بحاجه اسمها الاس يو في. الاس يو في الستيجنج، انا مش عايز الستيجنج، انا عايز اخدكم لحته تانية للدياجنوزس. ممكن يا سندس تحركي كده السلايد رقم 34 رقم كام؟ 19 معايا يا سندس؟ الو يا دكتور، مع حضرتك انا بقلب بس مش عارفه اذا بيقلب ولا براح براح. انا بس اتاكد انك سامعاني وخلاص. تمام انا مع حضرتك يا دكتور، خدي راحتك. في سلايد دايجنوز باين عندي اللي هو التسع السلايد العشرين. كده ظهرت يا دكتور؟ لا عندي لسه ما ظهرتش. على مهلك يا حبيبتي، خدي وقتك. احنا نطينا كام سلايد على قاصد، هديكم الحاجات المهمه فقط. كل شويه عددكم بيقل، مش مهم، بس كانش المفروض انا عملت المحاضره ديت، كنت رحت وذاكرته القديمه موجوده.
وصلت عندي وصلت. اه بس انت لسه بتلف فيها. تمام الله ينور عليك. وصلت سامعني؟ اه تمام يا دكتور. تمام. يبقى الدياجنوزيس بقى فيك ترايات. ايه بقى؟ عباره عن مارو بلازما سايتوز اكتر من 10% وبيزيد عن كده بكتير، والارقام انا مش هزعجكم بيها، لكن بلازما سيل بتتكاثر وتعمل تيومروس جروث ان فورم اوف مارو بلازما سايتوز، وبعدين الليتك بوني ليجنز، وبعدين الام كومبوننت اللي هي الام باند اللي احنا بنحكي عليها، بندور عليها دايما في البلازما او اللي هو السيرم واليورين. واليورين الدايجنوزيس مي بي ميد ان ذا ابسنس اوف بون ليجنز اف ذا بلازما سايتوزيس از اسوشييتد ويز ا بروجريسيف انكريز ان ذا ام كومبوننت اوفر تايم and if the extramedullary mass lesion develop. يعني مش بالضروره يبقى عندي الامباند، حتى ديت ايه فنيه شويه سيبكم منها. فانا عندي دلوقتي الميجور كرايتيريا والبردو والماينور كرايتيريا، البايوبسي بروفن بلازما سيتوما، البرسنتج مش عايز لكن ليفيتد مونوكلونال اميونوجلوبولين ليفلز ان بلاد اند يورين. الماينور بقى ان يبقى فيه بون مارو سامبل، البلازما سيلز فيها من 10 ل 30، الماينور مونوكلونال اميونوجلوبولين ليفلز اوف ذا بلاد اقل من 3 جرام، الاوستيوبينيا والليتيك بوني ليجنز كونفيرمد ثرو ايمجينج ستاديز. ولما بقول ايمجينج ستاديز دي بتبدا من بلين فيلم للسي تي سيرفي للام ار اي سيرفي الى البون سكان. Abnormally low antibody levels not associated with malignant cells in the blood. السلايد اللي انا قريته بسرعه ده برضو ايه مش ليس السلايد الهام. احنا بقى ايه السلايد ده مهم قوي يا شباب. احنا بنتكلم على نعم الو حد قال حاجه؟ في slowly evolving cancer ال MGUS اللي هو المونوكلونال جاموباثي اوف انون سيجنيفيكانس. احفظوا لي ده بقى، مونوكلونال جاموباثي اوف انون سيجنيفيكانس اوف انديتيرمند سيجنيفيكانس. هتلاقوها مكتوبه في حتت انديتيرمند وفي حتت انون. يبقى الام جي يو اس المجص ولا وات ايفر، بس انا افضل ام جي يو اس. دي اول مرحله من البلازما سيل سايتوما ومن المايلوما. وفي الاسيمتوماتيك مايلوما ثم السيمتوماتيك مايلوما. السلايد ده مهم ليه؟ ليه انا قلت لكم خلوا بالكم عليه؟ لان بناء عليه هنشوف هنعالج مين وهنلاحظ مين ونسيب مين في حاله. فاذا المايلوما كلاسيفيكيشن ده سلايد مهم، تفاصيله ممكن ما تبقاش مهمه ازعجكم بيها، لكن انا باكد على حاجه اسمها مونوكلونال جاموباثي اوف انديتيرمند سيجنيفيكانس. ده العيان لسه بيبقى في الاول، بيبقى عنده بون مارو بلازما سيل، اخد البون مارو الاقي اقل من 10% لسه ما كترتش، لكن في ام بروتين، في مونوكلون، مونوكلون الجاموباثي، واخدين بالكم ازاي؟ في مونوكلون وهو ده اللي بيشككني فيه. لكن يا ترى المونوكلون اللي ده المونوكلون ده مهم، الاقي المونوكلون ده مش متعدي 3 جرام مش كتير، والاقي اروح ادور على مصدر المونوكلون اللي هو البلازما سيل في البون مارو الاقيها مش اكتر من 10%، والاقي العيان لسه حالته مستقره، ما عندوش هنا الفيلير، ما فيش هايبر كالسيميا، ما فيش لايتك بوني ليجنز، ما فيش انيميا. يبقى احنا بنتكلم على مرحله بادئه جدا جدا اوليه من المونوكلونال جاموباثي اللي ممكن فيما بعد وبعد شويه قد ايه شويه دول يقلب مايلوما انا ما اعرفش، لكن لازم تبقى عيني عليه. عشان كده بندخل في الاسيمتوماتيك مالتيبل مايلوما. الاسيمتوماتيك مالتيبل مايلوما نوعين، اخد الاول النوع اللي على اليمين اللي هو الاندولنت مالتيبل مايلوما. الاندولنت مالتيبل مايلوما هو واحد عنده مايلوما لكن ربنا ساترها معاه، بحيث ان البون مارو بلازما سايتوزس موجوده في رينج قليل، الانيميا مايلد، الليتيك ليجنز فيري فيو، العيان ما بيشتكيش من حاجه، و presence of serum and urine M protein. يعني انت مشخصه
لكن العيان لا يعاني. العيان واخد كورس هادي زي الاندولنت لينفوما لما شرحتها لكم، دي اندولنت مايلوما وسيبوكوا منها. نيجي بقى لسمولدرينج، سمولدرينج مالتيبل مايلوما. السمولدرينج ديت اللي هي تحت القبو، يعني لسه something cooking، لسه بيطبخ. فبلاقي فيه سيرم ام بروتين 3 جرام او اكتر، ما برضو ما فيش انيميا رينال فيلير هايبر كالسيميا، وبلاقي ستيبل سيرم يورين اند ام بروتين. السمولدرينج دي برضو unless انها behaved abnormally، ودلوقتي برضو حتة كده اعرفوها وانسوها، ان السيتوجينيتك بتعرفني مين فيهم at high risk، ومين فيهم المفروض اعالجه وما استناش عليه، ومين فيهم ممكن استنى وراقب. لكن السيمتوماتيك مالتيبل مايلوما اللي فيها البون مارو بلازما سيتوزس معدي 10% وفيها انيميا وفيها رينال فيلير وفيها هايبر كالسيميا وليتيك ليجنز وفيها الام باند عالية جدا، دوت اللي لازم اعالجه واعالجه بسرعة. مين الباد بروجنوزس؟ الباد بروجنوزس اللي عنده البيتا 2 مايكروجلوبين اكتر من 4، الالبيومين اللي هو علامة الصحة بدأ يقل عن 3 جرام، السيتوجينيتكس مش عايزك تعرف خالص غير كروموزوم 13 ديليشن. ده مهم قوي، 13 ديليشن. والريزد LDHCRB والكرياتينين طبعا بيعلى علشان الرينال فيلير اللي بيحصل، وتبدأ بقى يحصل أنيميا ويحصل الثرومبوسيتوبينيا، البون مارو بلازما سيل برسنتج تعدي 50 وإجي العيان فوق 70، دول كلهم having bad prognosis. أنا لما بعالج إيه أغراض المعالجة في واحد عنده 70 سنة وساعات 80 سنة جاي لي in pain، يبقى pain relief and other symptom relief. نحاول نستخدم حاجة controlling disease activity وفيها ليها أدوية هنجيلهم دلوقتي. prevent further organ damage، أخلي بالي على الكلى، إنها الكلى لو دخل في acute kidney insult ساعات بنعمل dialysis لغاية ما يعدي acute insult، ونحافظ على الكلى مع زمايلنا في النفرولوجي إن الكلى تفضل محتفظة بالfunction as much as we can. لو عندك joint تدمر خالص، يعني لو عندي مثلا metastasis في الhead of the femur واتكسرت، فبنعمل الجوينت ارثروبلاستي. البرولونجد اوفر اول سيرفايفل ده غرض من الاغراض بتاعتنا، ان العيان يعيش على قد ما نقدر، وان احنا بريزيرف نورمال بيرفورمانس. كلمه بريزيرف نورمال بيرفورمانس بس ديت انا عايز اديكم فكره عنها في حياتكم العامه، ان في مريض بيفرق عن مريض. يعني انا ممكن اشوف عيان 75 سنه واكتف وبيروح الجيم احيانا، او بيطلع يتمشى مع حفيده في النادي وبياكل وبيشرب، وما عندوش ديابيتس وما عندوش هايبرتنشن، او لو كانوا عنده اندر كنترول. فالراجل اللي عنده 75 سنه دوت تديله 60 62، في حين يبقى عندك واحد عنده 60 سنه ولما تيجي تشوف الاكتيفيتي بتاعته تفاجئ ان انت تديله عمر 75، انه جاي لك على ويل تشير، انه ما بيمشيش، انه بقاله قاعد في البيت كتير، انه حتى بالكاد او بالعافية بيدخل الحمام او بيساعدوه يدخل الحمام، انه بياكل وهو قاعد، انه ما بيعملش حاجة لحاله، انه بيحموه وبيلبسوه، وعنده 62 سنة، في حين التاني عنده 75 وماسك نفسه. علشان كده الايج احنا بنتكلم على الاكتف ايج، وكتير يقولك ايه this patient age is 75 but the patient is looking good for his age, could be 60 65. بخبركم ازاي؟ فدي مهمة قوي، لان احنا قبل ما بنقرر العلاج بايه بنعتمد على الـ انا غرضي ايه ومنتظر ايه. لو واحد اكتف ايوه هديله ادوية وهبقى فيري اكتف معاه، ولو واحد كده هخلي بالي وباليته خلاص باليتيف تريتمنت. المالتيبل مايلوما تريتمنت اوبشنز، انا ايه مش عايزكم يعني لو سالت السؤال، في كونفنشنال ثيرابي
اللي هو الكيموثيرابي سايكلوفوسفامايد في الراديشن ثيرابي الستيم سيل ترانسبلانت النوفل ثيرابي. انا عندي مهمين قوي النوفل ثيرابي في عايزك تبقى عارفهم. البورتيزوماب البورتيزوماب ده اللي هو الفالكيد واخد بالكم فين, وفي لينا ليدومايد وفي السانيدومايد اللي هو الفالكيد من الادويه انا عايزك تعرفها برضو اللي هي ادويه بتتمحور حوالين التارجت ثيرابي. في ادويه كتيره جدا طالعه وفيري بروميسنج. المالتيبل مايلوما واز ا فيري باد تيومر, اول ما يجي العيان خلاص العيان شهور ويموت. وفي ناس مشاهير جالهم المالتيبل مايلوما, المغني المشهور رحمه الله عليه المعجزه محمد فوزي, طبعا انتم ما انتوش عارفينه ولا يمكن تكونوا بتسمعوه لو بتسمعوه يعني. الراجل ده مات وهو في سن الثلاثينات, مات في سن صغير وراح حتى امريكا وقتها يتعالج, لكن في كل الدنيا ما كانش فيه تريتمنت فمات وهو صغير. وخد الكيموثيرابي طبعا بكل اثار الكيموثيرابي بمشاكلها بالسايد افكتس بتاعتها الله يرحمه. السبورتيف تريتمنت او السبورتيف كير الراديوثيرابي السيرجري البون كير, بندي البيسفوسفونيت دوت مهم قوي. البيسفوسفونيت هتلاقوا زمايلي اللي شرحوا لكم الاوستيوبوروزس قالوا لكم عليه, لكن انا بستخدمه في المايلوما بنجاح. وحتى العيان عنده بوني بينز لما بستخدم البيسفوسفونيت البين بيرتاح. والبيسفوسفونيت شغلته ايه؟ انه في خليه يا اولاد اسمها الاوستيوكلاست موجوده في البون. الاوستيوكلاست ديت هي الخليه الهادمه للعظم وهي بتعمل عمل عكس الاوستيوبلاست. فانا لما بدي البيسفوسفونيت انا بانهبيتنج الاوستيوكلاست اكتيفيتي وبحاول استفيد من الاوستيوبلاست ونشط الاوستيوبلاست بحيث الاوستيوبلاست ياخد الكالسيوم مع الفيتامين دي ويحاول يقوي العظم من تاني. طبعا الانفكشنز قلنا بتحصل وقلنا بنعالجها ازاي, الثرومبوزس الهايبر فيسكوسيتي يعني عندنا اليوريميا قلنا بنعمل ريهايدريشن الدايوريتكس الاستيرويدز انتي بايوتكس ان كيس اوف رينال انفكشن او رينال انفكشن از سسبكتد الهيموداياليسيس وساعات بقى temporary بس بنعدي بيه المرحلة اللي المريض فيها عنده acute renal insult. الهايبركالسيميا بنعمل good rehydration وستيرويد والبيسفوسفينات. البارابليجيا بنعمل decompressive laminectomy والريديوثيرابي والكيموثيرابي. البوني ليجنز if painful and localized بدي كيمو او local radio الانالجيزيكس والبيسفوسفينات. السيفير انيميا بعمل ترانسفيوجن وادي الاريثروبويتين اللي بيحفز البون مارو انه ينتج خلايا دم حمراء. الهايبر فيسكوسيتي سيندروم بعمل بلازما فيريسز وكوركشن اوف هايبركالسيميا. البليدنج لو عندي ثرومبوسيتوبينيا سيفير بدي بليتليت كونسنتريتس, او لو الموضوع معقد عن كده وفي كواجوليشن ايشوز بدي فريش فروزن بلازما. الانفكشنز بعالجها بالانتيبيوتيك تريتمنت. الكرنت فرونت لاينز انا مش عايزكم تعرفوا خالص منهم غير نوفل ايجنتس, الكلام القديم ده رجعوه ورا. النوفل ايجنتس عندي الاستيرويدز, عندي البورتيزوماب اللي هو الفالكيد, وعندي لينالدومايد والاستيرويدز. يبقى الادويه اللي انا بستخدمها بنجاح الحمد لله الاستيرويدز السليدومايد, واحسن من السليدومايد دلوقتي في لينا ليدومايد والفالكيد اللي هو البورتيزوميب. النوفل ثيرابي مش عايزكم تعرفوا منها غير بورتيزوميب. ريسنت كلينيكال داتا برضو سيبوكم السلايد ده. مالتيبل مايلوما كارنت ستيتس, المالتيبل مايلوما كارنت ستيتس اللي هو الدياجنوزيس وبعدين بدي علاج يدخل في ريميشن وبعدين يحصل ريلابس. مع ريلابس في حاجات باخدها من البون مارو ترانسبلانتيشن ارجعه تاني للريميشن وبعدين يرجع في ريلابس ويفضل فوق وتحت لغايه اما ايه يحصل الوفاه. فالمايلوما بالشكل دوت انا شايف ان انا خلصت المايلوما, او بالاحرى قلت لكم الحاجات اللي انا عايزكم تبقوا عارفينها
في المايلوم. بشكركم، ولو في أي حد عنده أي سؤال يتفضل يسأل. كان بودي الناس اللي حاضرة دي يبقى في طريقة أن أجعلهم مميزين، سواء اللي حضروا لي فيزيكالي في المحاضرات أو الناس الحريصة أنها تحضر، لأن أنا لا أعترف ولا أقبل حكاية أصله في السكة، أصلهم خلصوا المحاضرات، لأن ببساطة المحاضرة ديت إحنا بنحضرها بالأسبوع اللي فات واتأجلت عدة مرات، والمرة دي أجلتها ساعة. أنا كان معادي معاكم الساعة 8، الساعة 3 طلعت معاكم 4:15، استنيتكم ساعة وربع. ما يصحش كده، عيب. من أحد علامات الطبيب والطبيب المحترم هو التزامه بالوقت. على أي حال اللي عنده سؤال يسأله، وأنا كده بقى خلصت. بقي لي حاجة واحدة هعلن عنها فيما بعد بالنسبة لسنة رابعة، هبقى أقول لكم عليها فيما بعد، عشان نكمل الجزء اللي احنا درسناه من الإلكترونيك بوك في الشابتر المتعلق ب الثرومبوسيتوبينيا، البليدنج ديس اوردرز، الكواجوليشن ديس اوردرز. انا جبت الشابتر ده من الكتاب، من الكتاب اللي هو الاي بوك اللي هو كارنت 2022، وقعدت شرحته لكم، وقعدت حددت لكم بالظبط تبقوا عارفين ايه وايه اللي ممكن يجي في الامتحان، وايه اللي انتم محتاجينه في الممارسه، وايه اللي انتم محتاجينه في العلم. الشابتر ده لسه هيكمل لسنه رابعه فقط، علشان تذاكروه في ضوء الشرح اللي أنا شرحته من الإي بوك، لأن دي سياسة الكلية وسياسة الجامعة اللي احنا فيها. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا دكتور منظور، وشكرا لمحمد حمود، شكرا جزيلا. العفو دكتور، تحت أمر حضرتك. مع السلامة. مع السلامة.